عزيزه، ميلاد عزيزه الزغننه زي ما انا بقولها، يعني انا قعدت اشتغل سنه اقول عزيزه الزغننه، وبعدين في الاخر لقيت لها بقى رابح والخولي وبتاع. صفحة كام؟ ما انا هلاقيها، انا مش حافظه. دايما عارف راح فين. انا تقريبا هلاقيها يعني. ها؟ مش عارفه يا بنت امي الصرخه عزيزه بنت الخولي. صفحه 25. عزيزه بنت الخولي عزبه السعداوي 1953. صرخت امي الصرخه التي نعرف معناها جميعا، فهرعت من الدار وصوت ابي يلاحقني، هم يا صفيه، لانادي الست سعديه الدايه لتسعف امي التي يمزق صوت المها سكون ليل البلده النائمه، ويفزع اشباحها ويثير غضبهم ويرعبني. وجع امي يزداد وصراخها العالي يدوي صدى في اذني، وانا اجري صوب بيت الست سعديه اطرق بابها طرقات ملتاعه تعرف سببها. افتحي يا خاله، افتحي يا ست سعديه. وفتحت الحكيمه العجوز باب دارها وهي تقبض على سرتها البيضاء الكبيره، وخرجت تجري وهي العجوز الهارمه اسرع مني صوب دارنا دون سؤال منها ولا جواب مني. يلا يا صفيه همي، ده العيل الخامس لمك في عين العدو ومش هيستنانا على ما نوصل. وتضحك وهي تشرح لي ما لا افهمه من ان الطفل سينزلق من بين فخذي امي قبل ان نصل الى دارنا، ولا اجرؤ على سؤالها ماذا تقصد، واجري وتجري وهي تتكلم وتحكي ان نفيسه اتعبت امي واتعبت ثلاث ايام بلياليها وهي شابطه في بيت الولد ومش راضيه تخرج للدنيا. تضحك خالتي سعديه من كتر المناهده، انا اللي روحي ساخد لما سمعت صوت عياطها. ثلاث ايام بلياليهم قاعده جنب امي كرضيها واقول لها اصبري وطولي نفسك لما نفسي انا اتقطع. تجري خالتي سعديه صوب دارنا وانا خلفها وحواديتها الكثيره كالطوفان تكفي 10 ليالي. البت ناجيه بنت حلال، اول صرخه كانت الصبح وقبل الرجاله ترجع من الجامع بعد العشاء كنا بنحميها ونزغرط. مستور بقى تعب امك، وانا قلت لها دواد وما صدقتنيش، اصلها وحشت قوي ومناخيرها بقت قد شرطه الدور وحنكها وسع ولا كانه فتحه القويس وقت الراي. مستور تعبها وطول يخبطها خبطتين ويسكت، وناكل وننام ونقول مش جاي، وقبل ما اخرج من الدار يخبطها في جنبها الخبطه اللي تخلي صوتها يوصل لابوكي في جنينه البيت الكبير. اقلع طرحتي واقول بسم الله واستعد اشوفه، لكنه يرجع وينام ليلتين يفرهدنا وانا قاعده جنب امك نهاتي ومسايس في الطلق وفيه. وفي الاخير اول ما خرج من بين رجليها طرطر في وشي وحلفت على ابوكي لا يكسيني جلابيه جديده حلاوه الواد اللي غرقني من ساسي الراسي. اخجل مما تقول لكنها لا تكف عن الكلام. فضلت سنين لما اشوفه افكره باللي عمله، وطبعا يقول لي مش فاكر. اسالها وما زال الطريق طويل، وانا يا خالتي تضحك الا انت يا صفيه، وتنتبه فجاه للوقت، هم يا صفيه الا العيل اللي جاي مش هيستنانا، وعلى ما نوصل داركم هيكون شرف ويبقى المشوار على قله فايده لا اجره ولا تحليه بق، همي يا صفيه. وتسرع خالتي سعديه وانا خلفها، انت بقى يا صفيه سبتي كل ايام ربنا ونويتي ليله الصيام تصحينا الليل كله، لا تسحرنا ولا عرفنا نصوم من بعد ما قالوا يا صيام. وقبل ما نجهز السحور نفيسه خبطت عليا وقالت لي الحق يا خالتي، وطبعا عرفت ان امك ناوت تضيع علينا السحور، والحق هي ما كدبتش خبر، صرخه ولا صرخه ونفيسه تقول الفجر هيقدم لازم تتسحري يا خالتي، وانا طبعا لا ينفع اقعد على طبليه ولا ينفع اكل وامك على صرخه واحده. وبعد ما قالوا الله اكبر ونويت الصيام على لحم بطني، شرفت يا حلوه قمر مقمر سحرتينا ونسيتينا الصيام والدنيا كلها. جميل.